محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهارده يخطب. لمين؟ لمين؟ إيه اللي لمين؟ لنفسه. جه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومسرح شعره وعينيه بتبص لي كده نظرات غريبة. عامل فيها بقى واد ابن 30. قال لي انه بيحبني وعايز يتجوزني. جات لك جرأة ان هو يقولها؟ لا يا كاميليا، اوعى تقولي للراجل انك موافقه، ده ممكن يروح فيها. انا قلت اتجوزه يوم ويموت بعد كده، يعني يبقى انا ابني ثواب انه دخل الدنيا قبل ما يودع. انتي وهو وده هيتعمل له ايه؟ فرح وزفه وكوشه وكده؟ يلبس بدله كده ويقعد جنبك في الكوشه فعلا بعد العمر ده كله؟ وانا اقعد جنبه في الكوشه والبس فستان ابيض منفوش. اختك راحت خالص. يا رب ان حد فيكم يحس باللي انا حاسه. كاميليا انا هموت من الجوع. عامله لكم رز ابيض بالزيت بيلمع مفلفل قرديحي حاجه اخر روقان. ايه مفيش لحمه؟ لا يا حبيبتي، الفتره الجايه دي انا مش عايزه حد يفكر في موضوع اللحمه ده خالص. عيب عليكي، عيب عليكي، انت فاكرانا فقرة ولا ايه؟ طب انا بقى وغلاوتك عندي لا اعزمك على شويه كباب وكفته. انما ايه؟ انت يا بنت انت غنيه واحنا ما نعرفش. ايه شغلانه الشحاتين بتاعتك دي شكلها بتجيب فلوس ايه؟ امشي شحاتين في عينك، انا بلف على كعوب رجليا عشان اعمل قرش. طب يا اختي ما ينوبك ثواب في اختك وتاخديني معاكي الشارع ده. يا ريت يا كاميليا. بس ما ينفعش. ليه يا ام؟ يا حبيبتي انت حلوه زياده على اللزوم، اداري ايه ولا ايه انا؟ انت فيكي انوثه متفجره. يا اختي متفجره مين؟ خديني معاكي انزل للشارع اشوف الناس، يمكن اشوف واحد بيبص لي كده ولا كده نظره ذات مغزى، بدل ما اتفجر هنا في البيت لوحدي من غير ما حد يحس بيا. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعال نقول كلم المعلم قول له احنا جاهزين. اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه؟ ليه يا ابو كرم؟ نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل. ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده مش عامل حسابك والله معلش. نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى.
استنى يا ست جمالات اصله لا 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 ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انا شايفاه ده؟ في ايه؟ في لا سطوح بيتي لازم يبقى زي الجامح اللي جايب البت دي عندك، ما تعرفش ان الشيطان شاطر؟ شاطر ايه؟ ده لو شافها يتشل. سيبك منها سيبك منها، هي تشوفني كده تموت تولع عشان احلى منها واصغر منها. والله اسم الله يا اللي بتتنعي باليومين في الجاز عشان تجني القاشك. اهري يا مهري كمان والنبي يا ولية، عيب عليكي، ده انت من ايام الملك والجنيه الجبس. سيبك سيبك منها، يلا تعالى كل. ويا ترى الشيء اللي انت جايباه ده مسكره ولا جايباه يعسلهولك؟ عجبك كده يا سي عبد الله؟ بتاكلوا على ايه؟ يا عم راح فين يا عم؟ راح فين يا عم؟ وزع يا ابني وزع. اسف. بتروح لهم المره الجايه تاني؟ والله العظيم هنسيبه. احمد. هاي. شوفوا منين يا ميتو، يا احلى ميتو في الدنيا. صاحبك اتباع. يلا يا عم يلا يا عم ربنا يرزقنا. انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ اخطب يا بنتي، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي. امال ايه؟ ده لبس الشغل الجديد. شغل جديد؟ وده جالك امتى ده؟ الشغل ده هيعجبك قوي يا كاميليا قوي. واضح، ما هو واضح ان هو شغل مهم. ايه بقى احكي لي؟ شوف يا ستي، واحد صاحبنا كان بيشتغل بره ورجع عمل فلوس كتير قوي، وقال لي يلا بقى اما شغل احمد واصحابه معانا. لا انت بتتكلم بجد؟ والله. طب ده خبر حلو قوي. تعالى هنا عايزاك. اهدي كده ما تتعفرطيش. ها اهدي. كنت فين انت والبي كده ولابسين على سنجة 10؟ بقول لك ايه، هسيبك من احمد ده بقى وتركزي معاه شويه. ها انت هبل ولا شكلك كده ليه؟ ده راجل قلبه مولع ومليان، وانا واحد قلبي فاضي، ينفع نسيب بعض كده؟ ما يصحش. وما تنساش جيبك. ماله جيبه؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما عيب عليك اللي بتقوليه ده وعقلها في ريال. اخلصوا من الاخر، كنت بتعملوا ايه؟ هقول لك كنا بنعمل. احنا لا مؤاخذه كده كنا بنحب في بعض. كنا عاملين كونتاكت، ملمسين يعني، ايه رايك؟ ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقول لك يا فريال، انا هقول لك كلمه كده تحطيها حلقه في قلبك. اعقلي كده وفكري كويس، عشان الراجل ده مش بتاعك، وانا اللي بتاعك وانا اللي باقي لي. تمام؟ وبكره تعرف. السلام عليكم. لا بس انا قلت